بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتابع معكم أعزائنا الطلبة مساق محاكاة نظم. لحتى الآن إحنا في الشابتر نمبر 6 اللي بيتكلم عن الكيوينج موديلز أو طوابير الانتظار. طبعا في المحاضرة اللي فاتت شفنا كيف نعمل سيميليشن لسنجل سيرفر، وحلينا الإكزامبل بشكل كامل بطريقة يدوية. الآن احنا هنتابع في شابتر 6 اللي بيحكي عن الكيوينج موديلز. وصلنا لسلايد رقم 19 اللي بيتكلم عن ذا كونزرفيشن ايكويشن. كونزرفيشن ايكويشن طبعا ايكويشن اللي عملها اللي هو ليتلز لو، تعتبر قانون ليتل، وبتتكلم على الافريج نمبر اوف كاستمرز ان ذا سيستم. بتحكي عن الافريج نمبر اوف كاستمرز ان ذا سيستم. ليتلز لو بيحكي انه الافرج نمبر اوف كاستمرز ان ذا سيستم ال هات ايكوالز لندا هات ضرب او تايمز الدبليو هات، بحيث انه اللندا احنا عارفين ومتاكدين من اللندا دائما كنا نقول هي عباره عن الارايفل ريت. كلمه ريت زي ما قلنا معناته عندي المقام بيكون عباره عن تايم، تمام؟ لما اقول arrival per unit of time معناته number of arrivals per unit of time هي arrival rate، او خلينا نقول customers per minute customer per hour وهكذا. ضرب الw hat اللي هي average number of customers in the system. in the system لاحظوا الw بدون q معناته في السيستم، اذا كان في تحتيها هنا q مكتوب معناته هتصير in the q. يبقى قانون الايكويشن، معادلة الايكويشن الكونزرفيشن ايكويشن، عبارة عن اللاندا هات او لاندا هات هي عبارة عن اوبزيرفد. لما نقول هات معناته اوبزيرفد نمبر اوف اوبزيرفد افريج نمبر اوف كاستمرز ان ذا سيستم ايكوالز ذا اوبزيرفد ارايفل ريت كاستمرز بير يونت اوف تايم تايمز ذا اوبزيرفد افريج نمبر اوف كاستمرز ان ذا سيستم دبليو هات، تمام؟ الآن كإكويشن معممة بشكل كامل conservation equation بشكل عام long run لما نشيل الهات بتصير long run number of customers in the system average number of customers in the system على long run L without the hat equals long run arrival rate اللي هي برضو customers per unit of time اللي هي لندا في اللونج ران افريج نمبر اوف كاستمرز ان ذا سيستم لي دبليو ويزاوت ذا هات. ذس ايكويشن از ابليكابل، هذه بتكون مطبقه لما يكون ايش على اللونج ران، يعني از تي جوز تو انفينيتي التايم جوز تو انفينيتي اند ذا نمبر اوف كاستمرز جوز تو انفينيتي، يعني على اللونج ران لما يكون في عندي عدد كبير من الكاستمرز وبالتالي لديوريشن طويله تي جوز تو انفينيتي بتصير الكونزرفيشن ايكويشن معممه بشكل كامل L equals lambda في Q في W. L equals lambda في W. This equation holds for almost all queuing systems or subsystems regardless of the number of servers, the queue discipline or other special circumstances. هذه ال equation تطبق على كل أنظمة الطوابير الانتظار queuing systems أو subsystems، تمام؟ بعدم حتى regardless حتى لو كيف مكان عدد السيرفرز وكيف مكان الكيو ديسبلاين. إذا بتتذكر الكيو ديسبلاين كنا نحكي عنها هي عبارة عن طريقة خدمة الكاستومرز الفيفو والليف والفيرست ان فيرست سيرفد أو فيرست اوت واللاست ان لاست اوت أو البريوريتي أو شو اسمه اللي شورتست بروسيسنج تايم، تمام؟ regardless the queue discipline and the number of servers the conservation equation is applicable it holds for almost queuing systems and sub systems. لو نفكر فيها بمنطقية، احنا الان لما نحكي ان ال اللي هي المتوسط عدد الزباين في السيستم، تمام؟ متوسط عدد الزباين في السيستم، لو نقول at any في اي لحظة، يعني تمام في اي لحظة او at any point of time بدي اشوف عدد الكاستمرز الموجودين في السيستم. لو تفكرنا فيها منطقية حتكون العدد المتوسط للكاستمرز في السيستم هي عبارة عن معدل الواصلين في
قديش بنتظر كل واصل في السيستم، قديش بياخد معاه وقت في السيستم. يعني لو تخيلنا انه احنا بيجينا على النظام 10 كاستمرز، يعني لندا بتساوي 10 كاستمرز في الدقيقة، تمام؟ يعني كل دقيقة بيجيني 10، تمام؟ وكل كاستمر بياخد 5 دقائق، كل كاستمر بياخد 5 دقائق انتظار في السيستم. فلو انا عند اي لحظة جيت بدي اعمل كاونتنج، بدي اعد عدد الكاستمرز اللي موجودين في الهول هذه الكبيرة، خلينا بتخيلها تحت الانتظار، حاجة عندهم حتوقع ان هنلاقي عندي لندا في دبليو اللي هي 10 في 5 50. ليش؟ لانه عند اول 10 هاي اجوا ال10 وخشوا، خلينا نقول مباشرة مثلا على الخدمة، تمام؟ الان هياخدوا 5 دقائق، في ال10 دي جديدة اتجمعوا كمان 10، تمام؟ فبعد 5 دقائق حيخلصوا اول 10، فخلال ال5 دقائق حيكون تراكم عندي 50 كاستمر. مجرد ما يصير خروج لعشرة من الكاستمرز بيجي بتجدد جديد مع الدقيقة الجديدة، وبالتالي عند أي دقيقة أو عند أي بوينت أوف تايم في السيستم أتوقع اللي موجودين، عدد الكاستمرز الموجودين هي عبارة عن لندا في دبليو، وهي منطقية. قديش معدل الواصلين في البوينت أوف تايم في الوقت اللي هو ضرب قديش كل زبون بقعد في السيستم دبليو، تمام؟ الآن الإكزامبل اللي حليناه في المحاضرات اللي فاتت كان يحكي عن جنرال Arrival Process and General Service Distribution، برضو Service Time Distribution، and there was one server C equals 1 and N and K was أكبر من 3 أكبر من 4. يعني خلينا نقول، لو توقعنا أن يكون في عندنا N و K أكبر من عدد الكاستمرز اللي أجوا على السيستم. الان لو بدنا نحسب، خلينا نشوف الكونزرفيشن ايكويشن على الاكزامبل اللي كان في عندنا. الان بلزمنا اللي هي اللندا والدبليو. اللندا ايش بتساوي؟ حنيجي نطلع على السيستم اللي عندنا هان. لاحظوا هاي زي ما حكينا جي جي 1 ان كي، الان اكبر من 4 وكي اكبر من 3. الان اللندا كيف بدنا نحسبها؟ اللي هي عباره عن معدل الارايفلز في التايم سبان، هي عبارة عن عدد الكاستومرز على التايم، مش وحدتها، اليونت تبعتها عبارة عن كاستومر بير مينيت، كاستومر بير مينيت. فأنا عندي في الأول تايم سبان هذه فروم أو تايم انترفال فروم تايم 0 to 20، there was أكم كاستومر بتتذكروا؟ كان في عندنا واصلين، هنطلع على الأرايفل، هي أول أرايفل مظبوط، أنا صار ديبارتشر، هي ثاني أرايفل، هي 2 3 4، دائما الأرايفل صعود، تمام؟ هنا هبوط، لا خروج خروج خروج، وهي كمان الصعود الخامس. يبقى كان في عندي خاص 5 كاستمر، 5 كاستمر في ايش؟ في ال 20 دقيقة، من 0 ل 20. إذا اللندا ايكوالز 5 over 20، 5 تقسيم 20، وبالتالي عندي ربع. يبقى عندي ربع كاستمر في الدقيقة، في الدقيقة الواحدة عندي ربع كاستمر، يعني كل 4 دقائق بيجي لي كاستمر، تمام؟ كل 4 دقائق بيجي لي 1 كاستمر. اذا لندا ايكوالز 0.25، ربع لندا بتساوي 0.25. طيب دبليو حسبناها الافريج نمبر ان ذا سيستم، طبعا حسبناها. لاحظوا هاي الدبليو الافريج ويتنج تايم، الافريج ويتنج تايم ان ذا سيستم، احنا قلنا الدبليو عباره عن تايم وال نمبر اوف كاستمرز، تمام؟ يبقى الدبليو جمعناها قديش الاول انتظر في السيستم، زائد الثاني زائد الثالث زائد الخامس. لاحظوا انا برضه بثبت لنا انه عندنا 5 كاستمرز على 20، يبقى على 5 كاستمرز بتطلع 4.6. اذا بتوقع انه في اي لحظه ال ايكوالز لندا ربع ضرب دبليو هات 4.6، يبقى ربع ضرب 4.6 حنلاحظ قديش بتساوي 1.15، وهي ال هات حسبناها هان كانت قديش بتساوي 1.15، حسبناها وين حسبناها؟ تمام، هيها تتذكروا كيف حسبناها من الشكل، هيها ال هات equals 0 customers في 3 دقائق، 1 customer
هاي واحد كاستمر، واحد كاستمر، واحد كاستمر 12 دقيقة، والثالثة كانت 1.15، يبقى طلع نفس الرقم. وبالتالي أنا من البارامترز تبعت السيستم نفسه ممكن أطلع واسط الليتلز لو أو الكونزرفيشن إيكويشن، وهذه عبارة عن إيكويشن it holds for all systems and subsystems of queuing lines. تمام، إنه بقدر أحسبها مباشرة عن طريق حساب اللندا في W. لو حسبت W لندا محسوبة بسهولة من الداتا انبوتس، تمام، او من الديستريبيوشن تبع الارايفل بروسيس، حاصل ضربهم بطلع لي الافرج نمبر ان ذا سيستم ات اني بوينت اوف تايم. يبقى انا ات اني بوينت اوف تايم بتوقع في عندي واحد كاستمرز اون افرج بريزنت ان ذا سيستم. تمام، الان خلينا نتكلم عن السيرفر يوتيلايزيشن. سيرفر يوتيلايزيشن definition، ايش تعريف server utilization؟ it is a proportion of time that a server is busy. ببساطة عبارة عن نسبة proportion، نسبة الوقت اللي كان السيرفر فيه busy. تمام، وانا حسبناها ومن الشكل حسابها كان سهل جدا. لاحظوا هنا على الشكل هذا، لاحظوا وقت ايش كان في عندي في السيستم، ننتبه انه في السيستم، تمام، مش في الكيو، لانه في الكيو اذا كانت في الكيو صفر ممكن تكون في السيستم واحد، دائما السيستم زيادة عن الكيو مقدار واحد. فأنا كان في عندي من التوتال تايم انترفل فروم 0 تو 20 كان في عندي دقيقتين هنا ودقيقة هان كان فاضي ايدل، يبقى بيزي في 17 دقيقة. فبتصير سيرفر يوتيلايزيشن ايكوالز 17 على 20. بس احنا الآن بدنا نطلعها بطريقة ايش؟ المعادلات، طريقة المعادلات. يبقى ببساطة هي عبارة عن نسبة الوقت اللي كان فيها السيرفر بيزي، هي يوتيلايزيشن. الآن رو هات عبارة عن observed server utilization، أي هات بتصير observed، تمام، بدون هات بتصير long run server utilization is defined over a specified time interval. فالobserved بتكون على فترة زمنية محدودة from 0 to t، تمام، بينما long run server utilization is raw without the hat. It is for systems with long run stability. For long run stability raw hat. فالsystems اللي بيكون فيها استقرار stable as t goes to infinity، يعني على long run لما يصير الوقت راح لمدة طويلة، بنلاقي at any point of time أو observed أو at any interval of time observed utilization equals أو بتروح بتقول أو بتقترب كتير من long run utilization. يبقى على المدى البعيد في السيستم لو interval طويل جدا بتصير وكان stable السيستم، بتكون observed utilization اللي على فترة صغيرة روهات تقول أو قريبة جدا من اللي هي الرو without hat اللي هي long run utilization server utilization. تمام، الآن خلينا نشوف كيف حساباتها، كيف حسابات اللي هي ال utilization for any system أو queuing system general arrival process G1 infinite number of system capacity and infinite calling population. تمام، any single server queuing system with average arrival rate lambda customers per unit of time. lambda عبارة عن arrival rate customers per unit of time where average service time equals 1 على mu time units. 1 على mu time units يعني expected. لاحظ أنا في عندي distribution للservice time general distribution و distribution لل arrival process. الآن لما أحسب للdistribution تبع service time بتطلع المتوسط، متوسط service time عبارة عن 1 على mu unit of time minute أو second أو وهكذا. تمام، يبقى السيرفيس تايم اللي بقدر اخدم فيه الكاستمر سواء كان برودكت، ماكينه بتخدم برودكت، او اي زبون جاي على تيلر، متوسط الوقت الخدمه عباره عن 1 على ميو، وكان السيستم عباره عن انفينيت كيو كاباسيتي اند انفينيت كولينج بوبوليشن. الان بنركز في الواحد على ميو تايم يونت.
الآن لما تكون مثلا نتخيل إنه الميو عبارة عن كمثال، لو كانت ميو بتساوي 10 10، وبالتالي إيش معنى 10؟ خلينا نقول نتخيل الواحد على ميو في الأول، فالسيرفس تايم بتصير 1 على 10، 1 على ميو يعني 1 على 10، تايم يونتس يعني خلينا نقول مينت، تمام، خلينا نقول دقيقة. إذا السيرفس تايم للكاستمر واحد 1 من 10 دقيقة، 1 من 10 دقيقة. إذا في الدقيقة الواحدة أكم كاستمر بقدر أخدم، بتصير مقلوبة الميو، تمام. وبالتالي هي الفكرة في الميو عبارة عن كاستمرز بير مينت أو بير يونت أوف تايم، كأنها مسمى تاني اسمها السيرفيس ريت. السيرفيس ريت لو قلنا ريت بتصير المقام تايم. هنا لاحظوا البسط هنا لما نقول واحد عميو بصير البسط تايم مينت لكل كاستمر، مينت لكل كاستمر. فلو قلبتها كاستمر لكل مينت بتصير ميو على واحد يعني ميو. فلو قلنا هذا 1 من 10 مينت معناته في الدقيقة الواحدة بيقدر يخدم 10 كاستمرز، مظبوط، في الدقيقة الواحدة بيقدر يخدم 10 كاستمرز، فبتصير 10 كاستمرز بير مينت، فبتصير حاجة اسمها السيرفيس ريت. السيرفيس ريت اللي عبارة عن عدد الكاستمرز اللي أنا بقدر أخدمهم بير يونت أوف تايم، بير يونت أوف تايم، زي اللي هي اللندا. فالميو واللندا، اللندا الرايفل ريت عدد كاستمرز بير يونت اوف تايم بس الرايفلز، الميو اللي هو السيرفيس ريت عدد الكاستمرز بقدر اخدمهم بير يونت اوف تايم، تمام. الان الكونزرفيشن ايكويشن احنا عارفين انها ال بتساوي لندا في دبليو كان بي ابلايد، بنقدر نطبقها هان. وبالتالي فور استيبل سيستم ذا افريج ارايفل ريت تو ذا سيستم لندا اس ماست بي ايدنتيكال تو لندا. لو كان السيستم ستيبل، السيستم المستقر عندنا، فالافريج ارايفل ريت تو ذا سيرفر لندا اس ماست بي ايدنتيكال تو لندا. الان اللندا هي اللي جايه على كل السيستم، لكن اللندا اس اللي رايحه على السيرفر. فلو كان السيستم مستقر وفي عند ستابيليتي في السيرفيس تايم، تمام، وبالتالي حيصير في عند استقراريه، فبصير كل اللي جايين على السيستم بيكونوا كانهم واصلين للسيرفر مباشره، تمام، ما بصير في اختلاف. لو كان في عندي عدم استابيليتي فبصير في عندي تراكمات وتغير كتير في السيرفيس بتاع اللي هي لندا اس، حتاثر على اللندا اللي حتصير اكبر منها بكتير، اللندا اللي هي واصله للسيستم، لانه اللي بصلوا للسيرفر حتصير اقل. الان the average number of customers in the server is اللي هي observed، لانه نحكي على from 0 to time t، وبالتالي في عندنا هات الـ average number of customers L هات بتساوي، لاحظوا كانت 1 على t في الانتجريشن للـ LTDT، تمام. الآن اللي دخلوا على السيستم مباشرة ايش نتخيلهم؟ الآن اللي دخلوا على السيستم مباشرة هم مين؟ الـ LT، لكن هل هم نفسهم اللي دخلوا على السيرفر؟ لا. ليش؟ لأن عند أي لحظة من اللحظات اللي دخلوا السيستم 10، تمام، لكن في منهم 5 قاعدين لسه في الانتظار، ما وصلوش، بطلوا، ما كانوش arrival للسيرفر نفسه، تمام. فمن 10 5 خشوا على السيرفر، اطلقوا الخدمة أو الآن يتلقوها. فبصير دائما الفرق بين ال LT وال LQT اللي هم العدد الكاستمرز اللي في السيستم وعدد الكاستمرز اللي في الطابور، هي عبارة عن عدد الكاستمر اللي وصلوا الارايفلز لمين؟ لا السيرفر نفسه او للسيرفيس نفسه، تمام. يبقى نتخيل الاس، طالما صار في اس حيصير انا بتخيل انه اللي وصلوا للسيرفر، اللي وصلوا للسيرفر هم الفرق بين اللي في السيستم ناقص اللي في الطابور، تمام. اي انتجريشن على شورت ران او على شورت انترفال اللي هي observed number of customers in the server اللي وصلوا للسيرفر عبارة عن على short run، إذا كان في عليها هات نتخيل هي عبارة عن t ناقص t0 على t. إيش يعني t ناقص t0؟ total time span ناقص total time اللي كان فيه number of customers 0 على t، تمام. لو نتخيلها على الشكل
التوتال تايم سبان كانت عنده او انترفال كانت فروم 0 ل 20، يبقى هنا 20 ناقص التوتال تايم اللي كان فيه الكاستمرز بيساوي 0. نمبر اوف كاستمر تي 0 هذا عباره عن ذا توتال تايم او ذا توتال تايم انترفال او ديوريشن وين ذا كاستمر اوف ذا سيستم ان ذا سيستم از 0. تمام، هذا تي 0 بتقول لي انه الكاستمرز اللي في السيستم 0. تمام، فبتصير عندنا في عندنا ال 20 ناقص قديش كانت تي 0 لو بتتذكروا، كانت على الشكل في ثلاث فترات اللي هن تي 0 كانت هي هان من 3 ناقص 2 1 وهنا 3، فبصير 20 ناقص 3 دقائق هتصير 17 على 20. يبقى فك الانتجريشن هذا بيطلع تي ناقص تي 0 على التوتال تي اللي هي على 20، فبتصير 17 على 20 اذا بدنا نطبقها على الاكزامبل اللي عندنا. تمام، فهذه طريقة حساب اليوتيلايزيشن اللي هي انا قديش خدمت كاستمرز برضه. تمام، قديش خدمت كاستمر وصلوني على السيستم اللي هي في الاخر مفكوكها بطلع الفرق بين التوتال تي ناقص التايم اللي كان فيه عدد كاستمر زيرو على التوتال تايم. ان جنرال فور ا سنجل سيرفر كيو اللي هي نمبر اوف كاستمرز اللي عند السيرفر اللي اوبزيرفد بتساوي اليوتيلايزيشن الاوبزيرفد يوتيلايزيشن رو هات. تمام، وعلى اللونج ران ال اس ايكوالز لونج ران سيرفر يوتيلايزيشن رو وين تي جوز تو انفينيتي، لما التايم يكون را على انفينيتي على وقت طويل بتصير السيرفر يوتيلايزيشن رو اللي هي اللونج ران بتساوي النمبر اوف كاستمرز اللي وصلوا السيرفر. تمام، اند رو equals لندا في الاكسبكتد فاليو للسيرفيس تايم اللي هي 1 على ميو. تمام، سيرفر يوتيلايزيشن الرو برضه اتز ابليكابل، المعادله هذه انه السيرفر يوتيلايزيشن عباره عن لندا على ميو، لندا على ميو اللي هي معدل الواصلين على السيستم على اللونج ران على ضرب او في حاصل ضرب السيرفيس تايم، معدل السيرفيس تايم. الان خلينا احنا اهم حاجه عشان نفهم معادله اليوتيلايزيشن هذه، طبعا اللي بتطلع فيها زيك بلاقيها جافه، لندا على ميو مش حتكون قريبه للتخيل، لكن لو احنا تخيلنا ايش هي لندا وايش هي الميو بتصير الموضوع سهل علينا كتير. ببساطه اللندا هي قديش كاستمر بيجي لي في الدقيقة، كم كاستمر بيجي في الدقيقة، والميو ببساطة أنا بقدر أخدم كم كاستمر في الدقيقة. تمام، يعني لو وحدنا وحدة اليونت أوف تايم هذه كانت دقيقة، فأنا بيجي لي لندا كاستمرز في الدقيقة وبقدر أخدم ميو كاستمرز في الدقيقة، بقدر أخدم ميو كاستمرز في الدقيقة. وبالتالي لاحظوا دائما اليوتيلايزيشن حتكون لندا على ميو، بس على اساس انا اقدر افهمها خلينا نقارن بين اللندا والميو. في عندي ثلاث حالات، اول شيء وهو خلينا الدارج في معظم الكيوينج سيستمز وهو السبب اصلا في انشاء طوابير الانتظار والمعادلات والعلم اللي احنا بنقرا فيه، انه في اغلب الاحيان انا بحاول اوازن، وبالتالي بكون في عندي سيرفر واحد مثلا بدهم يخدموا عدد أكبر من الأرايفلز. تمام، فلو كانت اللندا معنى الكلام هذا اللي أنا بحكي فيه إنه اللندا لو كانت أقل من الميو، خلينا نقول اللي هو البسيط في البداية إنه اللندا كانت أقل من الميو، خلينا نسيبها من الأنستيبل اللي هو الستيبل، على أغلب الأحيان بيكون الستيبل سيستمز إنه يكون في عند اللندا أقل من الكيو، يعني اللي بيصلوا على السيستم أقل من معدل الخدمة تبعتهم. تمام، يعني لو أنا بجيل على السيستم 5 كاستومرز في الدقيقة والميو تبعتي بقدر أخدم 10 كاستومرز في الدقيقة، فبلاحظ دائما أنا حكون في عندي الدقيقة الواحدة أجو 5 كاستومرز. تمام، وأنا بقدر أخدم 10. تمام، فعلى اللونج ران أنا سرعة السيرفر أكثر من سرعة الواصلين بالضعف، فبالتالي حيصير دائما نص الوقت شغال ونص الوقت قاعد. مظبوط، فلو كانت زي ما قلنا اللندا 5 والميو 10،
اللندا 5 واخدنا مثلا ديوريشن فروم 0 تو تي 10 دقائق، فخلال 10 دقائق هيكون اجالي اللندا بتساوي 5، 5 في 10 50 كاستمر، تمام 50 كاستمر. طب انا في العشر دقائق كم كاستمر خدمت منهم؟ انا بقدر اخدم في الدقيقة 10 كاستمر لانه ميو بتساوي 10، مظبوط. يقبل 50 كاستمر اخدوا مني بس 5 دقائق، اللي هي عبارة عن 50 على 10، 5 دقائق، مظبوط. يبقى اشتغل الكاستمر 5 دقائق من العشرة، وبالتالي بتصير اليوتيلايزيشن 5 على 10 وتساوي نص، فهي عبارة عن لندا على ميو اللي هي 5 على 10 مباشرة. جربوا خدوا انه 10 دقائق تايم انترفال، ففي العشر دقائق وصلني 5 في 10 50. طيب الميو قديش اخذوا سيرفيس تايم؟ متوسط السيرفيس تايم 1 على 10، يبقى 50 في 1 على 10 يبقى 5، مظبوط. يبقى 5 دقائق كنت خادم ال 50 كاستمر هدول، وبالتالي في العشر دقائق انا اشتغلت 5 دقائق بس 5 على 10، يبقى هي مباشره لندا على ميو. يبقى فور سنجل سيرفر ستيبل كيو رو بتكون لندا على ميو اقل من 1، يبقى هنا بتكون نص. لكن خلينا نشوف لو كانت لندا، لو كانت لندا بتساوي ميو بتكون بتساوي 1، صفر ثلاثة بتساوي 1. يعني لو كان انا في عندي اللندا بتساوي 5 والميو بتساوي 5، 5 بجولي وبقدر اخدم 5 في الدقيقة، حتضلها دائما ايش؟ دائما مشغول، لانه كل ما يطلع كاستمر بيجي 1 وباخذ نفس التايم، تمام؟ بخدمه بسرعة، فبتصير دائما 1. لكن لو كانت اللندا اكبر من الميو، يعني السيرفر ابطأ من معدل وصول الزبائن، بصلوا معدل كبير كتير. فلو كانت العكس الآن، كانت اللندا هي العشرة، تمام، والميو هي الخمسة، يعني أنا بصل على السيستم عندي 10، تمام، وبقدر أخدم أنا بس 5 في الدقيقة، يعني بصل 10 في الدقيقة وبقدر أخدم 5 في الدقيقة. هلاحظ دائما عندي في الطابور حيكون في 5 أنا بخدمهم وخمسة لسه في الطابور، 5 بأخدمهم وخمسة في الطابور، وبالتالي السيرفر مش هيفضى نهائي، مش هيفضى نهائي، وبالتالي بتصير اليوتيلايزيشن. احنا لو نطبق المعادلة هتصير هنا ايش؟ 10 على 5 وبالتالي بتساوي 2، لكن هي عبارة احنا قلنا عن بروبورشن، في التعريف قلنا نسبة بروبورشن، فالنسبة بتكونش اكبر من 1، تمام؟ بتكونش اكبر من 1، يبقى بتصير هي دائما 1، دائما 1 في الانستيبل كيو سيستم. كل ما بتكون معدل وصول الزباين اكبر من معدل الخدمة، هنلاحظ دائما بتكون 1، وبالتالي هنا بكون في عندي ضرورة لأنه يصير في عندي دراسة لسيرفر يوتيلايزيشن وكيف إن أنا أقدر أخففها، لأنه الموضوع هذا هيسبب في عندنا من مشاكل اللي هي الكيوينج سيستمز اللي حكينا عنهم، البالكينج والرينجينج والجوكينج، تمام، الهروب من السيستم، و وبالتالي بتأثر على جودة تقديم الخدمة، تمام. يبقى لما تكون لندا أكبر من ميو، معدل الوصول أكبر من معدل الخدمة، هتصير يكون دائما سيرفر يوتيلايزيشن 1، هتكون دائما مشغول، تمام. وبالتالي عند أي لحظة هتطلع هلاقي في عندي ناس في الطابور عند أي لحظة، لأنه بوصلوا أكثر من الخدمة، وبالتالي هيضلوا مشغول على طول التايم سبان، تمام. الان في السلايد هذا حيوضح، احنا لاحظوا هنا حكينا ايش؟ كنا نحكي على كله على سنجل سيرفر، تمام، سنجل سيرفر، سنجل سيرفر. الان في السلايد هذا حيبدا يوضح على لو كان اكثر من 1 سيرفر، تمام، 4 جي جي سي نمبر اوف سيرفر سي صارت بطلت 1، تمام، انفينيتي انفينيتي كيوز سيستم وذ سي ايدنتيكال سيرفرز ان بارل، لو كان عندي عدد السيرفرز اللي بيشتغلوا بالتوازي زي التيلرز، تمام، 5 4 تيلرز كانت سي، تمام، اكثر من 1 سيرفر. اف ان ارايفنج كاستمر فايندز مور ذان 1 سيرفر ايدل، لو لقى اكثر من سيرفر ايدل، ذا كاستمر تشوزز ا سيرفر وذاوت فافورينج اني بارتيكولار سيرفر، هيروح هو على اي سيرفر ويروح يتلقى الخدمه تبعته ويعمل ديبارتشر من السيستم. وبالتالي for systems in statistical equilibrium the average number of busy servers ls is ls equals lambda
في الـ expected value للـ service time أو لندا على ميو، يعني هذه واحد على ميو، وبالتالي لندا على ميو، وبالتالي هنا أي system queuing system حتى لو كان في عدد السيرفر C أكثر من واحد، أكثر من one server، بتكون بتضلها الـ average number of busy servers عبارة عن إيش؟ لندا على ميو. لكن الـ utilization الآن بدنا ندخل في الـ server utilization الـ C، رو بتساوي إيش؟ الاس على سي، اللي هي عبارة عن الافرج نمبر اوف بيزي سيرفرز، تمام، على مين؟ على توتال نمبر اوف سيرفرز. يعني لو كان في عندي الان، صار في عندي مش سيرفر واحد، اكتر من اثنين ثلاثة، فلو كان دايما واحد الاس بتساوي واحد، دايما واحد اللي مشغول، والتاني السي صارت اثنين، واحد على اثنين نص، وبالتالي إذا واحد دائما مشغول بتكون الرول يوتيلايزيشن واحد على اثنين بتصير نص. الآن وبالتالي بتصير ال اس، احنا قلنا ال اس بتساوي ايش؟ لندا على ميو، وهي سي في المقام، بتصير لندا على سي ميو. لاحظوا الكباسيتي صارت عندي أكبر، تمام، الكباسيتي صارت عندي أكبر. يعني أنا لو كان في عندي ميو بتساوي خمسة، تمام، وبالتالي انه معنى الكلام يو بتساوي خمسة، يعني انا بقدر اخدم خمسة كاستومرز في الدقيقة. طب لو كانت سي، هذه بتسي بتساوي واحد، لو كانت سي بتساوي اثنين، هصير انا بقدر اخدم سي في ميو، عدد الكاستومر، كاستومر واحد بخدم خمسة، كاستومر الثاني كمان خمسة، وبالتالي بصير سي في ميو اثنين سيرفرز في ميو في خمسة كاستومرز لكل دقيقة، وبالتالي بقدر اخدم عشرة كاستومرز مش خمسة. وبالتالي لما بدي احسب اليوتيلايزيشن هيصير المقام عندي التوتال كاباسيتي اللي عندي هنا موجوده سي في ميو، تمام. الستيبل سيستمز بتكون اللندا الارايفل اقل من قدره الخدمه اللي هي سي ميو. سي ميو يعني لو كان انا بصل على السيستم خمسة، وانا في عندي تو سيرفرز وكل واحد بقدر يخدم برضه خمسة، فبتصير هنا عشرة، فانا في بقدر اخدم كل واحد بيقدر يخدم خمسة، وبالتالي اثنين بيقدر يخدم عشرة، واللي بصلوا خمسة، فهيصير واحد دايما ايدل، دايما واحد ايدل وواحد مشغول، وبالتالي بتصير اليوتيلايزيشن دايما 50%. الانستابل لو كانت اللندا اكبر من مقدرة كل السيرفرز السي في ميو، تمام. الان السيرفر يوتيلايزيشن اند سيستم بيرفورمانس هنخليها في المحاضرة القادمة، لانه الشغل هنا حيدخل فيها حل اكزامبل نوعا ما طويل، وفي شرح كتير تفصيلي، والوقت هيك يعني شارف على النهاية. ان شاء الله بنكمل في المحاضرة القادمة اللي هو Server Utilization and System Performance، وحنحل اكزامبل على الموضوع هذا ان شاء الله.